السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. هل تشوفونه يرن؟ هذا تليفون ابويه سمونه ابراهيم توفيق، ما يرد علي من الصبح. دقدق له من الساعة 5:30 و6:30 وحين بتسك الساعة كم؟ 9 كانها لو 8:30 الحين، ولا 9:30 الحين اصلا ما يندرى بها كم. والله يا ابوك ولا يرد علي ولا يرد، راقد رقد غير نمول عيل بحمام. يعني ما كان شيء كلافه وايد في المشي، نتمشى وحده هنتين، لكن ما شاء الله عليه. يعني سبحان الله المراد، انا اموري طيبه والبارحه بوينا ورقدنا عجلنا من الله خير، وكانت تمشي تنغاوي. عيل بشيركم اللي يقولوا لي تصور وايد تصور وايد تصور وايد، هاي اللي انا اصور حتى 10% ماجي يظهرون في التصوير. هاي اللي تشوفونهم كلهم تقولون وايد تصور اوادم، هلا ال 10% اللي يظهرون في التصوير، و90 ابوي ما يبون يصورون، يبون يسولفون ويرمسون وهم يصورون، لكن اني انا ما اصورهم ما يطيعون. هاي نسبه وايد كبيره 90%. كل اللي تشوفونهم هالكواويت خلق الله ما خلق دردور، ها ابوي 10%، والتسعين ما يطيعون يظهرون، هم ما يبون. انا ما اصور حد مني والطريق، اللي اصوره هو اللي يبقى ما عنده خلاف، واللي عنده خلاف انا ما اصوره. شبه اصوره مني والطريق اشاوره، انا كان ذكر ولا انثى، الحريم بالخير شر انا ما اطيع اصور اصلا، اصور الحريم ريولهن، اصور حرمه دكتوره بروفيسوره عالمه عندها كلام منطقي استاذ على عيني وراسي، حرمه مني وطني اصورها، لا اصور حريم ولا عندي خبر. ما حد ابوي قاصر عقل، كلن عقره في عقره، كلن ابوي عنده عقل وحاسيه وعنده حواس وعنده يروم يرد عمره. كان ابوي شوفي عين شوفي، ولا كان سبور ولا تمشي سفور، كان ذكر ولا انت. ابوي حين كلن عقله في راسه، كلن يعرف ابوي يخلص عمره، وكلن يعرف العدل من المايل، وما حد يعلم حد ولا حد قاصر نصايح ولا حد. ابوي اللي داعه ترمس، وهاليتهم ترمس، وعيالهم ترمس، وخواتهم وخالاتهم وعماتهم وعيالهم كلن يرمس، وكلن يعرف العدل من المايل. اللي عنده نصيحه يودها العمر، ويودها ابوي حق وين يبى. لا حد ينصح الوادم يقول انت سفور وانت متلحم، خلها العرب ابوي القرعه ابوي ترعى، وما حد لخص في حد، وكلن يعرف يذهب عمره. وانك لا تهدي وبل ان الله يهدي من يشاء، انك بل لا تهدي ان الله يهدي من يشاء. ما ادري هل هذا حديث، هذا استغفر الله العظيم. زين، فهذا ابوي الله سبحانه وتعالى هو المهدي، وهو ابوي اللي يدق بعصات الهدى هو يهدي المسلمين. وكل انسان ابوي عنده مخوي يفكر ان هذا عدل وهذا مايل وهذا زين وهذا شيء، وكلنا ابوي حر، ما حد يخصه في حد، ما حد يخصه في حد. من دام الادمي ماشي في سبحانيته وليقة حد ولا شياته، كل انسان يقول له ربنا يحاسبه، كان مسوي زين وكان مسوي شيء، وما حد ابوي ما صار ويا الناس كلها تصير وتي، ولا وكل شيء على الله. هذا الله يحفظكم، بالبوست اللي توني نزلته معرض اسمه معرض اوتلت فاشن، اوتلت فاشن كل ما يخصه في الموضه. هذا في فندق هيلي ريحان روتانا في العين. هذا المعرض اليوم باجي اليوم وبكره، يبتدي من الساعه 4 العصر لين الساعه 11 في الليل، وكل شيء عندهم بدقه رجع. حين وصل التنزيل عندهم تنزيل خصومات لين 70%، يعني خطر عليهم يقولوا لكم تعالوا شلوا كل شيء بلاش، 70%، كل شيء يخطر في البال موجود عندهم. ويايات المصممات من داخل الدولة ومن خارجها، من عمان، من الكويت، من السعودية، من البحرين، من شيء من البلدان بعد منقير، عندهم القفطان المغربي، وعندهم الجلاليب، وعندهم العبي، عندهم الاكسسوارات، عندهم العطورات، كل ما يخطر على البال
موجود عندهم، وسبعين بالمية ولا باقي وقت غير اليوم وبكرة من الساعة 4 العصر لين الساعة 11. ترى المعرض مميز، وما بمميز شويونه اني انا مخبرنكم عنه، عرفوا انه مميز للغاية، مميز للغاية. لا تقولون ما حد قال لكم، لا تقولون اني ما قلت لكم، قلت لكم وقلت وقلت وقلت. ولا تنسن ضروري انكن تسيرن، يلي باجيات ما جيت لندن سيرن، بتجد ان ابوي كل ما يسر خطركن، كل شيء تبنه فنان وزين بتلقطن، من عبي اشيل عطورات قفطان مغربي قلاليب طحنة الزمان كلها، كل شيء موجود ابوي عندهم. لا تقولوا ما حد قالكن. يلا الو ابراهيم واعي لو راقد؟ راقد. يعني بتبتنش؟ بتبتنش؟ بلاش بلاش. يعني طارت الطيور فرزاقها حيطة الضحى العالي؟ ما دفعت المرة بالجمع متكسر. شو مكسر بعين أبوه؟ ليش؟ شو متعبنك؟ كاد الحصى. كم يبالك إبراهيم؟ يلا انقفض، لا خليت منك انقفض، برك بارك الله فيك يواعى. يلا الله يحفظك. الله يحفظكم. اغنية قديمة من الثمانينات والسبعينات واعشقها، تذكرني بلندن وذكريات لندن من هاي السنين يعني. ولا تعن علي ولا تدق على بالي الا يوم او اتغرب، اكون في غربة يعني، وبالاخص لندن، من اكمل اسبوع ولا خمسة ايام تعن علي هالاغنية واظهرها واسمعها. قلت بسمعكم اياها، عادة من تعن عليك الدار متعن علي الدار واهلها، تذكرت حطيت هالاغنية. صباح الخير ابو خليل. صباح النور. جود مورنينج. جود مورنينج. ربك ما تعبت البارحه من المشي؟ والله تعبت وايد والله. ليش؟ المشي اللي مشيتني ياس. هي. ومشتيها ودك هالخضره وودتني بعد كم من كيلو. لا لا مني. جيمت انا. والله اني جيمت. كان حلو السيره كان. بري وصل. But let me know what are the names of this one. Sweet potato grocery. This is sweet. Sweet potato grocery. هي.
This is the French toast. This is the French toast. This one's the Turkish eggs. Turkish eggs. Yeah, one more to come. Thank you. هذا Turkish eggs. وهذا نسيت والله شو قالت على نسمه. وهذا الفرنش توست. الفرنش توست شكل غريب عجيب. هذا ابوي لهواة الفرنش توست. ضرب الله الرجيم ومن يسوي رجيم. يا الله. منو يروم يسوي رجيم؟ منو يروم يسوي رجيم في نصها المغريات؟ ابوي اللي بيسوي رجيم يسوي في بلاده. دير ترى غربة ابوي لحد يسوي فيها رجيم ولا عنده خبر. الله يعافيك ويحافظك. الحين انت منو؟ انت منو حينه؟ والله والنعم. يا ست تصور عند اخينا ابراهيم. ابراهيم ترى ما يعيب احد يصوره. This is شكشوكه. Thank you very much. Thank you. Thank you. This is شكشوكه. And this is Turkish eggs. This is French toast. We've said rusty. Thank you very much. Thank you. Thank you. We have americano. An americano one with milk. Ibrahim. And no, just one. He don't need the. No, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شيف فنان. شيف فنان. أظني والطعم أكيد بيكون فنان. هذا أبو المطعم. جزاه الله خير. هذا واحد من ربعنا راشدي. هذا راشدي من هل العين. هو اللي نعتلنا المطعم هذا. بعد حي فاد غرب الله تغرب الله تمقواه. هاي يوم يقول لك اللي في المغرب ياخذ بنت المشرق. اللي في المشرق ياخذ بنت المغرب. شوف سبحان الله. هذا الرجال هاي اللي تشوفونه من هل الكويت. خواله من وين؟ خوال امك ها؟ خوال والدته من وين؟ من السلع مناصير. خوال امه مناصير. شوف سبحان الله. اي والله هذا الحين بشير خوال امك كلهم يشوفونك. بني منصر كلهم ابوي يتابعون. على الله يحفظهم ان شاء الله. شرفنا بشوفك. على الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وطلبت انا اكثر عن اثنين بيكلو من غير الامريكانو. كل هاي الطلبات ظهرتها 40 باوند يعني تقريبا 150 درهم او 200 درهم. ريوق نفرين في مكان فنان ورقم واحد وريوق مميز يعني. هذه يقولون والله لندن ما حد يرومي ما تنطاح. لا تنطاح لندن. للي بيجي بيتكشت بيستانس بيتمشى تنطاح لندن. لندن تنطاح. للي بيجي ما بيحط في باله ادخل الماركات هذه واخذ هاي الاقيام تنطاح لندن. تنطاح لندن للي مقتدر والله مقدرنا. تنطاح لندن. تنطاح لندن للي بيي ما صاف على عمره ديون وبيي يتدين ويتحين. لا اللي عنده زوج اي يفري عن خاطره يفري عن فريجه وعن عياله يفري عن خاطره. يا غير عنده مال كان زلنا في البنوك وحارم عياله وحارم اهل بيته وفريجه واخته واخوه وامه وابوه من ملذات الدنيا. هذا ابوكم غميضة عليه الشيء. هذا يبوك باكر بيتطوق باكر ابوي الورثه والله اللي العقوبه تنو فرد يطيرون بطيران اللي العقوبه لعب الحبو. نعم اللي ما تريه على عيالك وهل بيتك. لا والله على عيالك داخل البلاد وخارج. وان السم وريحهم وفرحهم وفرح اهل بيتك وفرح اليار والصاحب والصديق. لا تغدي ولا تغني بس الا خق قدام العرب ومن خلف الستار. الله الله من فوق الله الله من تحت يعلم الله. لا تمثيل مرة ما يتم. اللي يتم أبوي الصح اللي يتم الواقع اللي الناس عايشتنا ولا مستنا. ما بالخقة قر 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 ها كل ما في فايدة. ده خليل ابراهيم انت بخير راقد لو واعي. بسم الله عليك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ابو خليل اليوم ما بصويحي ان شاء الله انه بيغلي بخير. خطف بحين على الصيدليه بنادول. تبى ابراهيم بنادول؟
ونحن نمشي لقطنا مكان على الشارع هذا مال 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 الريول اللي يسوون ريول مال بديكير ومنيكير. جينا ابوي تيلقنا ازمان تشون ريولاتنا انا وابراهيم. ابراهيم ما شاء الله على وشك انه يخلص وانا بعدني. ما شاء الله عليك ابراهيم. ابراهيم يا رب انت ما تروم ترمز؟ ما تروم ترمز؟ يسوون يديك يسوون يديك ما يسوون لسانك؟ لساني مرتبط يدين ورنوني. مقارنة بالبادي كير والماني كير اللي في تايلاند اعطيهن 0/10 مقارنة لشغل التايلانديين والفلبينيين لأنها مش فلب. يا رب شوف شوف إبراهيم شوف هذا شوف الله عليك هذا مطعم هذاك منو فيت فراس ها شيء جميل والله شكله حلو اي والله ما انت وخيب ترى باربوي هذا ايه بار ابراهيم يدوي يدوي ها يقنا ابوي وخطفنا هذا الطريق كلها ونحن نمشي ونحن نمشي ونحن نمشي ونحن نمشي لين هذا يظهرك الله يحفظكم على كنزكتون هاي ستريت يمين بتيكم الكنيسة ويسار بي فندق الريال جاردن يسار بي الريال جاردن آخر الشارع هذا ويمين كنزكتون هاي ستريت وتحيدون هذاك اللي فوق ها لهاك اليوم أنا قاعد لكم صايح أقولكم الروف جاردن والروف جاردن يا معيت وامطرت على الروف جاردن يا عرب زيروا فيه زيرتن لها اول ما يعلم تاريخ الا الله سبحانه وتعالى واللي عاصروا وعاصروا هاك الوقت والزمان والمكان الروف جاردن شوف هذا الحين شو اسمه هذا اسمه ترى عبد الله ما يبي يصور دار قدام ايوه ايش قايل حجته صح هو انه ما يبي يصور الله ها صورناه وسوينا عليه زوم بعد ما بلا صورة عادية كيف حالك؟ كيف انت؟ انت بخير؟ زين ابو حميد في اي صف انت؟ خالد خالد اسمي خالد وهذاك منو؟ عبد الله هذاك عبد الله وانت خالد وانا شو اسمي؟ خالد شو ايش قال؟ انا السمي يا مرحبا في اي صف؟ سامع زين 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 انا اموري طيبة وبخير وسهالة ربكم مبسوطين في لندن؟ مبسوط؟ مستانس براد وحلو الجو صح؟ متى بتردون؟ واحد واحد زين اقول لك اقول لك هذا ابوي ابوك ما يبي يصور؟ ما اعرف ترى انا الحين صورناك قول لي صورناك ما صورناك الحين عيش هذو ها صورناك ترى لا تقول ما قلنا اهلا وسهلا ايش حالك الله يحفظك انت بتبيي؟ لا ابن الشهر طالع والله والنعم والنعم والله اليوم مرحبا بكم وسهلا تعرف هذا الفنان منو اللي قدامك؟ ابراهيم توفيق معروف معروف عنكم هذا مال مال زشام وحمى وبيده بيده وحمى وزشام كولد اند فلو تو نازل فيه بوتس دوي بدوي يقول لك دوي بدوي في 16 حبه رقم واحد واي انسان يجي ممنوع يشتري اكثر عن 6 قواطي ممنوع نحن الحين شينا بس ابراهيم ست وبسمية هنا ست كواطي هذا مال كولد اند فلو انا ستة حقك ستة حقي انت مريض انت بعطيك واحد والباقي حقي انا ليش؟ انا ابو انت مشارتني حتى في الدويات هي نعم ستة بستة ما اقول عنك شيء ما اقول عنك اليوم مرة لا تقول شيء ما تحاجة ابدا حب صويحي هي والله من تعبان لازم تروف علي ابو محمد بسم الله عليك والله كل حد يواجهني لا تمشيني واجد لا 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 خفيف خفيف حاضرين من عيني اليوم بعد بشيرك عازمنا ياسر بن خديجة على العشاء قلبه تاج راسي هذا ذهب
يلا انت بعد ذهب يا ركال بسم الله عليك. طيبكم خطف عليه عز ما خطف على فندق في الدنيا العودة. نعم خطف عليه عز ما خطف على فندق في الدنيا العودة. وآزم الإدارة تستهتر في الليون، فلذلك العرب أبوي كلها ودروا. نعم بعد فآزم حين أبوي ولا مني وايج عليه إلا عاد للضرورة القصوى. كنت دايرت فيها أنا قبل كم من سنة 6 شهور على تلع، والعيد هذا جينا العيد العود من عقب ما جيت من تايلند، نهار ثاني تحت يومين في أبوظبي، وجيت ولن الفراش هو ولا اختلف ولا يتشاهد. فلذلك أبوي ودرته والعين ما شافته. حب الله أنا وغيري ودره، أنا وغيري. إبراهيم هل تشوفه فنيدق هي فندق، هذا فندق مثل يسمونه بوتيك فندق. هذا إبراهيم اللي تشوفه ما أدري كم سنة عمره، وايد في هذا كقيمة أغلى من الفنادق كلهن اللي خطبنا عليهن. والله هي وأجودهن وأجملهن، وله ناس تسكن فيه إبراهيم، ناس معينة تسكن فيه، دومه ممزور غير عن الفنادق الكبيرة هاي الضخمة. هي مرة مشاهد الحديقة، مشاهد الحديقة. العام المر ساكن فيه إبراهيم بالمر، ساكن فيه ويوايج علي وأنا هناك حجرتي فوق كنت هناك، وهو يوايج علي من هني. إيه والله. إبراهيم شوف هاي البناية، هاي يسمونها مسكن الطيبين. مسكن الطيبين كلها 99% من سكان إبراهيم هالبناية كلها من الإمارات، 99%. وأخير شقق في كتية لندن يا إبراهيم، مشاهد أبوي سيد الهايد بارك. ما بعلى هواك. يلا 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 يا الجوتي يا سلام، والله لو انا لابسنا لا ياكلوني. مرحبا ابو خلوه. انا ابو ما بغيت اشوف كيف بنتك. كيف انت يا الله مليون مرحبا. لا تقولي ساكني هني. ايه ساكني هني. قول والله تاول اخذ اقول حق ابراهيم هذا مسكن الطيبين. ابوي انا واخيخي انا وشقيقي ابراهيم ابوي حصاله، قلنا ابوي حق سعيد الله الله فينا ابوي نبى الحمام. استغفر الله العظيم. سوري عاده المفروض ما اقول شيء. قال قربوا راح سايرين. شوف انت الصدفه، شوف الصدفه ايش قايل. سبحانك يا رب. لما اقول لك حظك انت غير نمونه، انت حضيض يا ابو وانت حضيض والله يا ابو ابراهيم وانت حضيض. انت حظك ابدا طايح وياك ما شاء الله عليك. اشوفك. قول والله وقفت السياره هنا جيتك. يعلك تسلم، يعلك تسلم يا ابو خلوه. جراب ما زين الا سكنكم، سكنت غاوي ومبروك ان شاء الله. كنا تونا نمشي هذا طريق. شوف يوم الله يكتب لك البني ادم من يسعفك، تونا على الطريقين ويناهن. ها شو ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ابو خليل يا سلام. شوف عنده شوف 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 بس عاد عليه حب. انا حش علي انا ابو ابراهيم يعين الغداء. والله العظيم انك انت ما كنا لك حلف الله. نعم الله يا استفلق محار مكسس وكان يفر علي عسبت. شو اسمه عسبت انا اقول ما خلنا تس هاي صور هاي معممين عينها. يا فضايح هذا حرام. هاي يقول لك الكذب مالت الردية. الكذب حرام بالمحمد يا ابوك. ما بدك تظهر من اللوبي مال هالشقق ما زين الا هالمكان. الكرسي ما زين ورد بعد. اي والله توني كاذب غير الصالح. هاي شو اللي تو يا ريال بس عليك يا ريال فضحتنا فضيحة.
هم كنت قف بتقول ما ادري شو بالحمام وبالحمام طالع ما شبق فيه انت بعد صف وياه واذا راح الدنيا كلها والله يا ابو اي جايينك عازمنا بياسر بخديه يلا بديت ياسر يلا متونين عليك يلا ولي لك الجنه يا من اخترت هالموقع يا من اخترت هالمبنى الفنان المطل وخليت العرب ابوي اللي بيسكنون فيه يستانسون ينبسطون في هالمنظر الجميل اللي ما شي شراته يعلك الجنة ونعيمها يعلك الجنة ونعيمها يا من اخترت هالموقع الفنان اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين يين انا امشي الطريق هذا كل انا والحبيب ابراهيم وخليل زين وحين وصلنا بخبر ابراهيم عن البيت هذا ابراهيم صدي هاي البيت هذا الله يحفظك هذا بيت ريال ابوي من عندنا من الامارات ما اخذ حرمتين حرمه من روايه بي وحده من هل الشارجه وحده من الشارجه وحده من هل دبي زين والريال من وين من هالامارات ابو ظبي ابو ظبي هي راعية الشارجة مخلينها في القسم هذا وراعية دبي مخلينها في القسم هذا وخذ حرمة الأول من بوظبي يا غير الله ما وفق كملت عنده تقريبا 3 أسابيع 4 أسابيع واستوى سوء خلاف بينهم ونشحين هاي الحرمة اللي هني جابت 3 بنات وولدين وهايك الحرمة الله يحفظه ما جابت شيء من العيال وتبنوا 3 عيال أولاد وكلهم ما شاء الله كديد وبخير وسهال يعني من أروع ما يكون عيالهم ومتساعدين اللي هي هذه عندها عيالها من 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 ريلها يعني وعيالها روحها تقمحوا تقمحوا مرة إبراهيم غدوا واحد الولد من ضربنا شلل والبنات اللي من غير خذن أجانب وسار أنا أبو عاشن هني حينه هي نعم شوف والله عليك غميضة والله هي والله ولكن الحمد لله البنات مساعدات ويا الأجانب هي نعم ما ينكر حال وتام عاد الحرمة روحها في هالبيت حينة روحها ما حد عندها يابون عندها 3 إشكارات حنتين من أريتريا ووحدة فلبينية تعرف فينا؟ ما أعرف فينا شو عرفنا فيها ها؟ إنزين بس هاي القصة كلها وين 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 بعيد بعيد اخطف اخطف بتجمعنا انت تخلي مدعمونا لنا لوعدنا شو رايك في هالقصه والله قصه محزنه ليش ايه والله محزنه مشت عليك ولا ما مشت ها مشت عليك ما حدك تكذب يا ابو محمد يا هاي لا هم الخيال يعني من محض الخيال خلاص ما بصدق انا ما بصدق انا بشيء خلاص عاد يا هاي لا هي رمسه بس هي من محض الخيال يسمونها خروفه وموقفنا على سبه تسوي هاي السالفه ماشي شخم؟ ماشي شخم شوف شوف حبيبي عشان شكم تدعمنا السيارة من كذبك إبراهيم شو؟ مصدجة؟ والله كنت مصدق لا لا هي مسحة مسحة يعني من ضمن الخراريف أقول لكم هاي كلها هذا أول واحد صورني هذا أول واحد كلهم صوروا وما يبون حد يصورهم هي والله كلهم صوروا قالوا ابوي ما حد ما يبون يصورون ادبتهم الادب حمدول ديايته والله وين سايرين ابوي يلا غايته بس ما يبون ابوي ما يبون مسقوف عايزانين من السمكان شلونك حبيبي الله يسلمك الله يحفظك شلونك حبيبي كيف حالك الله يبارك فيك امورك ابراهيم انت وين ما اسمعك ما اسمع لك هي سبدا خات الختله اقول خاتل خاتل ما اسمع لك حس شوف ناس ما شاء الله زحمه ابو محمد ابوي وصلنا فريج هاردز بناخذنا لف اللي تحت دونك وان شاء الله العلم عند الله على وين بتكون وجهتنا من الحين وسائر ما يندرى بنا اظني بنشوف لنا كوفي بنيل شويه خيب اخوز عاده ما شاء الله عليك ما صورت اقول لك بس عاده اجسني شو اسم العطر خالي يسأل عن العطر اللي صورته الأزرق ثمين ثمين اسمه إيه ثمين خالك أبوي خالك شو فيصل مرار ما تهون عليه ما تهون عليه البيزة أيلا خالدي نور والله نور لندن جزاك الله خير شو سويت بالعرب العطور كل يضربني يقول يبنى عطر خالدي هي العطر الخالدي رقم واحد لا بد ولا اللي بي لندن ما يأخذ منه ما كأنه هي لندن
لندن. الله يطول. اي نعم يا حافظ. الله كل خطر شو هنا لي هاي بضرش لك الحين. حي الله الخالدي يا مليون نور حربة. نور لندن جزاك الله خير. شو سويت في العرب في العطور؟ الكل يطلبني يقول يجيب لنا عطر الخالدي. هي هي العطر الخالدي رقم واحد. لا بدو انت اللي ما يخبرني هم انا ما اصور وياه. اسمك غاليه؟ هي وين منو اكثر تحبين امك ولا ابوك؟ لا اكثر اللي اللي غلاء زايد منو؟ والله ها صغيروني منو؟ شو اسمي؟ عبد الله. بسم الله خالك عبد الله خير حبيبي مبسوطين مايا لا بالصلاه زين وطالع كل يوم ويقول لي انت حبيبي شو والله شو انت حبيبي منو اكثر يطالعني امك ولا ابوك اول مره في التاريخ عادة الرياي الحليم يطالع عني اكثر الله يشفيك حبيبي الله يحفظك حليم حليم امين يا رب العالمين جنني جنني جنن ابو خليل ما شاء الله عليه شو اسمك عاده هنا هنا الهنوف الهنوف يا ربي ما زين اسمك حبيبتي اي صف هنوف سالي هاي منو يصف جوتيها منو هذه يا ربي يا هي خلق الله ما خلق هاي بقول لك خلق الله شو تسرط انت شو تسرط يا ابراهيم شو تاكل انا طويت عقب في حصنته 24 ساعه عقب في هالطوي الحين انت لما تظله وانت صارت ترد علي كلت اربع حبات انا منه انت وينك من رب العالمين طوالي عقد في حياتي هارلي نيفكل كل يوم اقولها هارلي نيكلز هارلي بينك انا اقول هارلي الاول هارلي نيكلز وترى هو بس هارلي اسمه اللي روحه صدقي هارلي بيكل هارلي نيكل هارلي نيكل اسمه والله يا ابوكم اللي ودر لندن هالايام لانه ما يايد الحاسيه ما يايدها الحاسيه ما يايدها يا ربي يا هي أمم يا هي أمم والله نعزلنا عمارنا في هالشارع اللي مخصوص أساس تخف الزحمة شوية نروم تنسخ نحين باتجاه جميرة جميرة هوتيل فندق جميرة ريال الله يحفظه أحمد يابر والشالات وأنا اسمي خالد أحمد الخالدي وهذا ابراهيم بن توفيق الظاهري يا مرحبا يا مرحبا انت من دبي اي نعم وانا من ابو ظبي يا مرحبا انت وين طايح انا طايح عليك اليوم لا 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 في دبي وين طايح مقطوع سرك وين انا في الخوانيج طالع برك لا مقطوع سرك وين وين في الخوانيج مقطوع سرك في الخوانيج في ديره لا حدد في ديره في الصبخه ايوه في الصبخه قول لي زين يا مرحبا الله يحفظك يلا الحين انت بالشالات نعم ليش سموكم قب الشالات شو السبب روحك تعرف لا 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 حق العرب الحين تبى تعرف لا ناس لا يعلي افداك خلع لك عيونك لا روحك قول لا 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 انت لازم تخبرنا ليش شو السبب لا لا خلع لك عيونك خلع لك عيونك بالشالات قبل بيع شالات طلع زين الحينه الحينه تاجر نظارات انا تسمع الجابر النظارات هي هذا انا والله نعم ما شاء الله يعني من الشالات لين النظارات نعم تبارك الرحمن هاي شغلتي نظارات الحمد لله من عقب الشالات نعم شالات كان شاتوس لو غيره كل شيء كل شيء كل شيء اللي تحطه في الخاتم ويظهر منه والله نعم ايوه نعم. بس الحين النظارات ده كان فرق السمع عن الماء نعم بعد هاي شغلتي انا الحين الحمد لله يا مرحبا بك الحمد لله والله مليون مرحبا يا مرحبا الله يحفظك ييسر امورك الله يطول عمرك شفت ابراهيم توفيق ايوه صديق فندق الشيراتون بارك تاور ما شاء الله ولا غرفه فاضيه لها الحينه تقريبا 10 ايام ولا غرفه فاضيه بكبره يلط 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 هاي يوم يقول في الفندق هم يلط بكبره هذا البارك تاور يا وطر مضى عليك ويا عزن ويا عزن عشت يا البارك تاور ما حد عاشه اسميك عاصرت شعوب وعاصرت ناس ناس تتمنى تشوف دوسه قدمهم إيه عليه
يعني يسقي حق صبر جيت انت مال كراميل لو ما جيت رقم واحد مره كراميل تو عرب رواش من هالعيد طاحوبه كسروا صحونهم تكسير هم بعد هاي طاحوبه اليوم كل واحد كل على اربعه اذا هالريال منو هذا اللي عدالي هذا منو هذا خالد بن سعيد بن عبيد النيادي والله وانت محمد بن عيد النيادي تعرف هاي اللي وراي ابراهيم ما شفت صوره دو يا سلام ابراهيم التوفيق الظاهري معروف معروف وين ساكن تقول لي ساكن في الباكتاوه لا لا هذا عداله هي اللي هناك العود نعم ايوه شو رايك فيه فنان والله رقم واحد ما بيحي أيوة. يقولون حجره شوي صغار يعني ها لا زين الله يحفظك انا بصورك قبل ما تصور لتليفونك شو اسمك التحينه محمد احمد محمد احمد ما شاء الله عليك يا محمد كم عمرك 15 تبوي ولد 18 ممنوع تتجول بتوجه في الماشي لا تيها لندن يوم بتكمل 18 لا تخلي ايه ابوه شو اسمه ابوه ودر عن كتر الرمسة مرحبا انت ولد قبو خدية نعم زين منو ولده ولد عبدالله بن سيف بن راشد بن خدية ما شاء الله عليك انت تعرف ها يدك سيف بن راشد نعم تعرف شو يقربني ولد خالتك لا ولد عمتك لا ولد جدتك سيف بن راشد ولد عم امي ولد عم امي ايه هنا مفروض انه يدك يا خطب امي يا لكن ما خطبها الله يحفظك يحفظك صورة ولا فيديو؟ شو تبه؟ أول شو اسمك؟ محمد والنعم شو محمد؟ محمد من؟ محمد صالح انزين وانت؟ سالم صالح اصبر خليك واجب وقف وانت بيتملص شو اسمك انت؟ سالم صالح من؟ بن من؟ بن دربش العمر والنعم وين خشمك؟ خشمك الله يحفظك هذاك وين لندن هيلتون وهذا فندق ابو ظبي ما اعرف ما ذكر شو اسمه اللي سوى فيه اليوم العيد هذا العيد العود سوى فيه غدا العيد اللي سووه الجماعه كلهم رميثات زين وهذا هذا ابوي ابو توفيق ابو توفيق تعبت من المشي لا في ذمتك ها؟ لا ما شيء تعب لا لأني أمشي شوي شوي أنت ما تسرع اليوم ما أسرع هي كان الحمد لله يعني اليوم خف الرئيس أنا أبو أيوة. لكن نفس الس... نفس المسافة بلد. نفس المسافة أبو برا أبو أبو خليل لين الحين نفس المسافة سعد الله مساكم أو صباحكم هذه الرسالة خاصة لخالد الخالدي أبو محمد أنا أكلمك عن متابعينك ومن أصدقائك وهذه الرسالة خاصة للمتابعين عندك في بهارات نزلت بالسوق باسم سليمان القصار ما عليها صورتي ولا عليها التوقيع مالي ولا عليها المكونات تنباع في دبي بالأحرى في القرية العالمية لو سمحتوا يا جماعة لا تداولون في هذه البهارات لأن هذه بهارات مهب لي وأي شيء يكون فيها غلط أو مو عدل هذا مو تابع لي أنا بس حبيت أوضح للناس لأن هذه البهارات مزورة مو تبعي اللي تبعي أنا البهارات هذه هي شوفوها هذه عليها الصورة وعليها الاسم ونفس الشيء بالنسبة للقهوة هم عليهم الصورة وعليهم الاسم وعليهم التوقيع كل الشكر لكم والمتابعين خالد الخالدي ومحمد لك ألف تحية هذه الرسالة لك نشرها عند الجماعة اللي يتابعونك زاهم الله خير عشان لا حد عليكم عليكم السلام البارح متلاقي في نفس الوقت صح ولا لا العام حبيب البارح 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 تلاقينا واليوم تلاقينا بالصدفة اي والله هنا اقول لك هذا ربيعك بلا ما يبي يصور صح ما يبي يصور حياسه صور وما يدري بني ياسه صور ما عليهم هم هذا وهذا بسيف بسيف ما يبي حد يصور مره وما يدري ان ياسين يصور نعم وهذا الرجال منو هذا مانع مانع والله والنعم وانت منو والله يحمد انا محمد حمد والله والنعم انتوا حين من الامارات اي نعم والله والنعم فيكم شرفنا بشوفكم العام والسنه والبارحه واليوم
نعم. يعني الله يحفظك بارك فيك. هذا فقير قال ما يبي حيل يصبر. اي نعم. حليل حليل ما يدري. غير يا ريال. يلا ما لا. يلا الله يحفظك. الله يحفظك مع السلامة. خالد الخالدي. هذا الوالد موجود. نعم. مسموح يقول لك مسموح الرسالة وصلت. عمرك. اي نعم. وهذا المعرس يسلم عليك. مرحب مرحب. سلم على خالد الخالدي. يا مرحب بالشاعر. وهذا اخو العروس. يا مرحب. ومكلمك اخو العروس وهذا مروان اخو العروس. يا حيك ويا مرحبا. يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال بدلعك المعاير. زين ياسر بالخديه مساك الله بالخير. ايش حالك يا الحبيب؟ كيف انت؟ اليوم عازمنا ابو ياسر بالخديه مودنا مطعم اسمه المطعم الحلبي. صح والحلبي ولا حلبي؟ حلبي ولا حلبي؟ الحلبي مال اللحوم يعني اليوم بنصير اسوده كنا اسوده كل واحد ينهش الثاني. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بناكل بناكل ما انت شارك انا باكل اللحوم اللي مش هاي اللبوه. ياسر في دمك بوكك طاح؟ ما طاح وشكله ما ادري شو قال لي. هي شوف لا يكون ما في بيزة؟ لا فيه أشواء في بطايق أشواء لو كان بيد هانة بيقول أنت أبوي حاسبه. الحمد لله أنا أبوك ما حاتي البوك. أنا أبوك ما حاتي البوك. حاتي اللي فتوهجنا بتقول ضاع البوت نشت وحاسبه. لا شيء كاش شيء بوك نزي أبوي. هاي المطعم نحن جايبنا لياسر وهذا المطعم اختياري أنا على فكرة. وأريد أيه من كم من سنة من كم من سنة أريد أيه وما الله يكتب لي نصيب. لكن الحمد لله اليوم جينا. هذا يقول لك المطعم له قصة طويلة عريضة أخبركم عنه. هذا المطعم نحن اللي جيناه. مطعم شوف خاري الوادي هذا هو اسمه. زين لكن لكن ولا طاولة فاضية. لين عينها لين عين منزول. أبو محمد ياسر بن خدية كيف حالك حبيبي؟ يا مرحبا بنت خالي. يا مرحبا يا مرحبا. حي فضل الله حي البركة حي حي ريحة الطيبين. لا خليت منك ولا منك. زين زين شو رأيك في هالذوقي أنا في التقاء المطعم مطعم لنحينه. شوف هاي الزحمة هاي مطعم ما في ما عليه كلام صراحة كزحمة. نعم لكن ما الناس ما بتجي إلا شيء يعني بدون شيء. لا أكيد هي هي. سامي يعني أكيد. أطفال الملك سلمان الحين بنسيب نصور صور العرب كلها اللي من وياهم. يا سلام. هذا متبلهم وهاي تبولتهم وهذا حمصهم وهذا ورق عنبهم وهذا ما ادري شو شيء معيون روب ويا ما ادري شو وهذا ما يدرى شو هذا خبزهم. لان الحين كل شيء نورمال وطبيعي وعادي ما في اي شيء مميز. يصيحون من اللحم يصيحون من اللحم ما يقول لك كل هالعرب انت مخصوص حق اللحم. يعني ظنكم ولا طاوله فاضيه ولا طاوله ولا طاوله. ابراهيم تخيل اتخيل حبيبي ما متخيل ابو يحيى مشغول خليك شو يعني حمص ولا حمص. والله مرحبا بالقصيبي. احلى مساء والله لجمالي وحدا خالد. والله هلا والله هلا بريحه هلا بريحه هلا القصيب. تسلمني والله مليون مرحبا وكسهلا. ابوي الطلب مالنا هذا طلب ثلاثي. This is leg or shoulder. This is leg. يمدينا هذا الشوارع ما حصلنا شت رايت اور ليفت. اوكي هذا ابوي الطلب مالهم. هل خبرناكم عنه هذا العرب كلها اللي تشوفونها جاي متعني عسب هذا. يلا يلا اوكي هذا بسم الله هذا هو ها شو الحمد ها هذا ابوي هاو اولد از ات هذا شهر عمره. هذا تويسه شوفوا عظيماته شوفوا عظيماته شهر هذا ابوي عمره هذا شهر. هذا العرب كلها ابوي تعنى حق هذا العرب ابوي كلها تعنى حق هذا تويس. هذا التيس عمره شهر هي. والله مبين عليه صغير ابو محمد. والله والله العظيم هاي يقول لك من المروق بعد من المروق اللي يصل منه يوم يشونه ترى يصل من المروق مروقه ها يحطون الكبوي في طويس من قير للي بيسجل وشياته على هو. الناس المميزة اللي جت المطعم هذا حاطين صورهم برويكم الصور. Thank you.
ريفريشمنت تي ويز تي باك. ما اعرفهم علينا هاي المنو، ما اعرفها. طيب هناك بعد شيء صور صغار وايدات مارو، ما اعرفكم عاد. ها How old is it, this restaurant? 65 years, man. 65? Who's the famous guy came here? Oh, the famous. We have many famous people. Like what? Like who? The King of Saudi Arabia. شكرا يا ابو محمد على العشاء المميز الفنان. شكرا جزيلا، علما بان العزيمه انت اديتها والعشاء عليك. يا غير اختيار المطعم كان من عندي انا، اختيار موفق الحمد لله. نعمه نعمه الحمد لله. هلو اللهم لك الحمد، في العافيه ان شاء الله، في العافيه. على قلبك يا ابو محمد. هلا هلا، انتم موجودين؟ يعتمد شو هرب سهل كذا؟ نحن بني وياه، بني وياه. لا لا اوكي نحن وين بنسير الحين؟ ساري طال عمرك المندرين اورينتال. الفندق. نعم الفندق. بنا يسفلوه بشويونا. شوي نعم. نعم نعم نعم. عن جماعة. شكرا شكرا. لا شكرا واجب. بارك الله فيك. شرف. شكرا. أهلا. الحاضر يعلم الغايب. بكرة يوم السبت، اليوم الوحيد اللي شغال فيه بورو ماركت، أحسن أيام الأسبوع بكرة من صباح الله خير لين الساعة 5 العصر. لا تقولون ما قلنا لكم. الحاضر يعلم الغايب، بورو ماركت سوق شعبي جميل، يجون أبوي كل الباعة اللي فيك أنت يا لندن من جميع المناطق والمقاطعات والمحافظات وجميع أنحاء الدنيا العودة، يتلقطون كلهم في بورو ماركت. بورو ماركت سوق مثقف ومكشوف، فيه كل شيء تقليدي، أكل إنجليزي من أروع ما يكون، أكل بضايع مستلزمات عوائل، أكل شرب مال أيدي العامل، هب الأيدي العامل يسمونهم عوائل، شغل بيوت وشغل مصانع، كل ما يخطر في البال موجود. دخلوا على الموقع وطالعوا شو الهست، ونترياكم كلنا باكر. هذا المكان اللي نحن سايرين له، هذا فندق المندرين. ابو ضيان هم شوراتهم الدنيا حاضر عليهم اسمهم. لو مرحبا مرحبا مرحبا. انا كنت فيها. اي والله هاي روحها مصيبه. زين ابوي الريان ها وينو؟ هذا حينه جيناهم نحن ظاهرين من المندرين، ووقفنا نسلم عليهم وسولفنا ورمسنا. فهاي ابويا اثنين ابوي ما يبون يطلعون، لا هذا صوره ولا هذا صوره هذا ها كلهم ما يبون يطلعون. اي والله. المهم الحين الله يحفظكم، نحن ودرنا مندرين، ودرنا ياسر ويرباته، ونحن الحين الله يحفظكم سايرين بنتجه جده. الطريق هذا كامل لين فندقنا، لين فندق تشرشل. اليوم هاي ثالث مشوار. ما يندر ابو ابراهيم عاد ان شاء الله ما يبنشر. تعال تعال جاي. ما خبرت، ما قلت انت منو؟ انا بندر البشري. من هالوين؟ مبتعث من مكه. والله والنعم والنعم والنعم. ريحه الطيبين. مرحبا بك. ايش حالك الله يحفظك؟ الحمد لله. شو دراسك؟ انا لسه توني مبتعث لغه. ما شاء الله. توك جاي. هندسه. ما شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك. شباب رجعوا؟ كل قال الرقيبه، الرقيبه تطري؟ ايه كلهم رجعوا الله يحفظك. الرقيبه ويسلموا عليك الجماعه اهل مكه كلهم. ارسل لنا كليجه شويه. يبون كليجه يبون يا الرقيبه. انا ابراهيم ابتديت انا غار على فكره. من شو تغار محمد؟ كل حد الحين يشوفني عطنا والله سناب ابراهيم. والله يستاهل. ليه شو يستاهل؟ يستاهل الدكتور ابراهيم. دكتور بروفيسور دكتور مهندس بنعطي سنابه. شو يستاهل. شو الناس بتستفيد منه؟ منو؟
اخوي لندن يستاهل. لا يا رجال كله بعدين قلت له ابو محمد شفت من السماء والارض تمشي، قلت له مستحيل انا اوصل تمشي يوميا ما بعد توصل. لا ان شاء الله. لا لا ابراهيم ما يستوي. لا انت يعني عيب اني انشر حسابك. لا انشر حسابك عقب وراك مستقبل بتعرس تدور حرمه كيف يعني ما يستوي يا ابراهيم. لا ريحك ابو محمد الا تشوفه مره. يلا الله يسلمك ان شاء الله. هذا الريال الحين منو لي وياك؟ هذا بس يستاهل. هذا الريال منو ابراهيم؟ هالريال اللي وانا منو؟ هذا اخوي قديم. هذا صدق ولا تعرفه؟ اي نعم معروف ابراهيم اشهر من النار على علم. انت الحين منو؟ انت بكبرك منو؟ بعدين بقول لك. والله اني ما اعرف اسمه. ما بحد يعرف اسمي. لا حول قوة الغلب طوع. شو اسوي ابراهيم؟ ما بتغشش هذا الجماعه الاسم عندك انت. لا ما طاع. لا 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 ما طاع ما طاع. اليوم ابراهيم الباحث مثلا مشينا نص مشي اليوم. ابراهيم تدري انك اليوم ماشي دبل؟ اكيد ادري. مو تعبان عيل ما تعب. والله اني تعبان الحين. تعبان؟ اي والله تعبان. ما شاء الله خطوك ما شاء الله عن اربع خطوات. امس تضلع واليوم ما شاء الله. اكذبك الجنوب. اسمينا كدينا عمرنا كد اليوم في المشي. كدينا عمرنا كد. ابراهيم كم مشينا ظنك؟ بس كم ظاهرين؟ خمسة. حسي ابوكم اليوم عاده. يلا تصبحون على خير.